عمران خانم، حدا شافك وانت جاي لهون؟ لا. يعني متأكدة ما في حدا عم بيراقبك؟ متأكدة. شلون ماشية المهمة؟ يلا قولي، يا ترى السبع أكلوا للطعم؟ حسيتي إنه هو مانو على بعضه؟ ولا عمل حاله مانو مهتم بنوم؟ ادلي بدلوك. معناته أنت هلأ عم تحاولي تحللي نفسيته مزبوط؟ فهيمة. أوه، وضعه كتير خطير هالمرة. كانوا عيونه جاحظين ووشه ما بيتفسر بنوم. بس أنا عملت مثل ما قلتيلي، عم فوته بقلب دوامة، يعني مستحيل أعطيه اللي بده إياه. هيك بدي إياكي إنك ما تخليه يرتاح. تذكري إذا بدك تحصلي على شي بهالحياة لازم تكوني قوية وما تخافي من حدا. أصحك لا تخلي عاطفتك الهبلة إنها تغلبك مهما كان ولو شو ما صار. تصرفي بذكاء وخليكي واعية لأي حركة عم بيساويها مراد، وخليكي مشغلة الرادار دائما. اعملي مثلي. والله بصراحة ما عم بفهم بنوب، يعني احيانا بحس حالي هبلة ما عم بفهم شي. ليكي، مراد من شوي عزمني على الغدا بس انا قلت له موعد حدا تاني. برافو عليكي، هيك بدي اياكي. بس الصراحة انا كتير مخنوقة، حاسة عم ضيعوا من ايدي، يمكن بعدين يمل ويتركني وما بقى يسأل عني، وانا شو ممكن اني اعمل؟ والله بموت وقتها. اسكتي، اصحك تقولي هيك شيء. اصلا كل يلي صار لانك كنتي هبلة وما بتعرفي تتصرفي. طلعي لفوق، جلسي ظهرك، لازم يفهم عن جد انك رحتي حتى يتحرك بسرعة. ماشي، فكري دائما باللي عمله فيكي، تضايقي وانقهري وتخيلي العذاب يلي عشتيه، فكري بدموعك يلي نزلت وانتي زعلانة، ولا تنسي لو شو ما صار لا تخلي قلبك يغدر فيكي بنوب، ما حدا بيستاهل. فهمتي؟ فهمت. أكيد رح أساوي أي شي لحتى أخذ بتاري منه وما رح أستسلم. هلأ صرتي تفهمي. امشي من هون يلا، روحي بسرعة.